اشرب قهوتك يا حاتم. انا مش جاي الضيف يا مدام فاطمة، انا جاي النهارده وعايز اعرض عليكي عرض، واتمنى ان انت ومنار تقبلوه. عرض ايه يا حاتم؟ انا جاي لك النهارده لوحدي، وانا المسؤول عن كل تصرفاتي من غير ما احتاج لحد، وبطلب منك ان انا ومنار نكمل الجواز من غير موافقه والدك. انا زي ما قلت لك، انا اللي مسؤول عن كل تصرفاتي، ولو والدي عنده اعتبارات ان هو تخليه ما يجيش، انا بشيل عنه الاحراج ده. انت كنت عارفه انه جاي عشان الموضوع ده؟ لا والله، انا اول مره اسمع الكلام ده. بص يا حاتم، انا عذراك عشان عارفه انك بتحب منار، لكن كل حاجه وليها اصول. مش انا اللي جوز بنتي الواحد ابوه رافض الجواز منها، حتى لو كان روحها فيه. ايوه بس انا حاولت معاه كتير، انا هعمل ايه تاني؟ خلاص، يبقى كل شيء اسمه نصيب. يا مدام فاطمه، حضرتك ليه مش عايزه تتعاوني معايا؟ بالعكس، ده انت بني ادم محترم قوي، وانا مش هلاقي المنار عريس احسن منك. لكن انا بنتي غاليه عندي، وما اقبلش عليها ان الناس تقول انها راحت اتجوزت من واحد ابوه رافض الجواز منها، عشان دي هتبقى عيبه، وانا العيبه ما تطلعش من بيتي. وانت يا منار رايك ايه؟ محدش ليه راي في الموضوع ده غير رايي انا، حتى لو منار موافقه. وانا مستحيل اوقف على حاجه زي كده. حاول تقنع والدك، ولو اقتنع هتلاقي بيتنا دايما مفتوح لك. لما قلت لك انك بتحب منار كدبتني يا ابراهيم، مع ان كان عندي حق. انا غلطان ان انا سمعت كلامك ودست على قلبي، وفي الاخر ايه اللي حصل؟ كل حاجه اتربقت فوق دماغي، وكل ده ليه؟ عشان ورث الاصلي يا حبيبي. الشيخه ملعون ابو الورث. كل ده عشان حبيبه القلب. طب منار ما بتحبكش يا ابراهيم. ممكن من فضلك نغير الكلام في الموضوع ده؟ منار ما بتحبكش. لو كانت بتحبك حقيقي ما كانتش راحت لفاطمه وقالت لها انك بتجري وراه. اللي بتحبك بحق وحقيقي وباقي عليك أمينة. أمينة يعني نص ورث فادية، يعني صباح فاطمة يبقى تحت درسك. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.